بنات، صباح الخير عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايرين مع الجو المشمش؟ شميشه 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 شحال زوينه. المهم بنات، غادي نوريكم الغداء على السريع. غنشارك معكم واحد الطريقه جديده في تحضير بطاطس صغيره يعني واحد الطريقه زوينه زوينه صراحه. عجبني الفلتر ديال الصيف، تحسي براسك تصنيقه وداك الشيء. يا الهي. المهم نشارك معكم واحد الطريقه جديده باش نصوبوا البطاطس. كتجي مقربشه في الفرن بالزعتر بحباق، باش ما بغيتي تبنيها بنيها اوكي. وغنشارك معكم واحد الماسك للوجه. شنو اخر اللي عندي جديد؟ او سلطه كينوا، كينوا سلطه اوكي. يلا خليكم معايا، نمشيو نشوفوا شنو غنقدر نصوبوا في الصباح الجميل والمشمش. دوك شحال زوين الجو، بغيت بقايا جالسه في الشميشه. بنات اليوم غنشارك معكم واحد الطريقه جديده باش نصوب بها واحد البطاطا كتجي غزاله مقرمشه في الفرن. وغنصايبوا السلطه ديال الكينوا، وغنشارك معكم واحد الماسك خطير. هو ماسك معروف جدا وسبق لي شاركته معكم، واليوم انا عاود نشاركه معكم لانه ملي تحسي بلابو ديالكم ماشي فخيش ماشي دابله ما فيهاش حيويه، كنصحكم ديروا هذا الماسك اللي هو ماسك القهوه. حي الغدا ونشارك معكم الماسك ونطبقه على وجهي امامكم وصافي. انا البنات انا كيف شفتوا معايا، خديت البطاطا الصغيره ديك البيضاء، غسلتها مزيان بالخل وبيكربونات. ضروري تغسلوها مزيان لان غنستعملها بالقشر ديالها. وسديت عليها في الكوكوط واحد 20 حتى 25 دقيقه، بسدو عليها في الكوكوط باش طيب لكم دغيا، ما تاخذش معكم الوقت ماشي بحال سلقتوها في كاسونه. هنا غناخذها بعد ما طابت، طفيت عليها دازت 25 دقيقه، طفيت عليها وسديتها صفيتها باش يعني تصفى وتسقطر من الماء. وغادي ناخذها نديرها في واحد البول اللي غادي ندير فيه التتبيله اللي غنديروا ليها. كيبقى لكم اختيار ديروا اي نص ما بغيتوا اوكي، ماشي بالضروره تلتزموا بهذا الشيء اللي غادي ندير انا. من اللي درتوها يعني بزعتر ولا حبق كتجي احسن. هنا درتها في البول، غنخوي عليها زيت زيتون، غادي ندير لها واحد شويه الملحه. الملحه يعني راه مملحه خاصها تكون. غندير ملحه، غندير فلفل اسود، وغندير شويه البازيل. هنايا ممكن ديروا حبق، انا درت الحبق، ممكن نتوما ديروا زعتر. انا حتى الاخر عاود رجعت زدت شويه زعتر كيف غتشوفوا معايا. طبعا هنا غنخلط هذيك العناصر كامله، نخليها تدخل في البطاطا ونخليها تماك بلا تبرد واحد شويه وتشرب ديك التتبيله، وغندوز باش نديرها في واحد الصينيه. انا نستعمل هنا كيف شفتوا رجعت درت ليها بودره ديال البصل وبودره ديال الثوم. كيبقى لكم اختيار كيما قلت لكم تنسموها باش ما بغيتوا. صافي حركتها مزيان، خديت الصينيه درت فيها شويه الزيت. ممكن تستعملوا ورق طبخ الا كانت الصينيه كتلصق عندكم. انا الصينيه ما كتلصقش، انما تحسبا درت شويه الزيت وحطيتها تماك. وغناخذ واحد الكاس وغنبدا نفرشخها اولا نضغط عليها ضغطه هكذا غير شويه، ماشي عاوتاني حتى تولي بيوري، غير هكا ضغطه خفيفه. ضروري هذا هو الشكل الجديد اللي قلت لكم بطريقه جديده وشكل جديد، كتجي عاطيه واحد المنظر ملي كتقرمش وكتولي اللون ديالها ذهبي وما كتبقاش باين اشنو. يعني كيحبوك الناس شاريه الشيبس ولا شاريه شي بطاطا من برا وهي راه ديال الدار، انما هذا الشكل كيجي زوين. وحتى ديك التتبيله كتدخل داخل، يعني كتقرمش البطاطا كامله ماشي كتبقى غير من برا مقرمشه ومن داخل كتولي كلها كروسيون. فهذا هو شكل جديد وطريقه مختلفه، غتشوفوا الشكل ديالها في الاخر كيفاش غتجي زويونه وغزاله. وصراحه عجبتني وما كرهتش، كانت صغر من هكا مازال غتجي حسن. يعني بطاطا صغر من هكا. صافي هنا غادي ناخذ الصينيه نديها للفرن. الفرن خاصو يكون ساخن مزيان على 200 اولا 250 درجه، خليها حتى تحمر مزيان وتقرمش باللي ولات اللون ديالها ذهبي وتخدات داك القرمشه. يعني فهمتوا راكم عارفين كيفاش تخليوها تحمر على الطريقه اللي بغيتو. بغيتو تضيفوها في الاخر فرماج غابي هكا ومحكوك ممكن، كيبقى لكم اختيار. فوالا البنات دابا غندوزو باش نحضروا الكينوا. ضروري خاصنا قبل ما نستعملوها نغسلوها مزيان، انا نسيت ما غسلتها. الوغ كناخذوا كاسرونه كنديروا فيها نفس القياس اللي غناخذوا ديال الكينوا، كناخذوا كاس ونص ديالو. بحال دابا انا هنا مستعمله كاس ديال الكينوا بين كينوا حمراء وكينوا البيضاء، غادي ندير لها كاس ونص ديال الماء اللي غادي يغلى هو الاول عاد غنرمي في ديك الكينوا. يفضل تغسلوها قبل عاد ترميوها باش ما تلخش لكم واحد اللون بني. انا دارتها ليا عاد من بعد صفيتو ورجعت رجعتها فنسيت ما غسلتها. طبعا هذاك الماء كيجي حد قدو، فايلا بقى واحد شويه كتخليه حتى كتوقف. صافي اون فوا داك شويه الماء اللي بقى انا غنطفي عليها دابا البوطه، غنجي ندور غنلقاه شربوا وكحات. فهمتوا يعني هذاك القياس اللي عطيتكم ديال الماء هو اللي تستعملوا مع اي قياس غتاخذوا. خديتو زلافه غديروا لها زلافه ونص، خديتو كاس غديروا كاس ونص وهكذا. هنا قطعت لها شويه طماطم غندير لها هكا. هانتوما شفتوها هو شربات كيف شفتوا كنحركها،
بلا تبرد، بقيتها صافي بدات كتشرب داك السوائل كامل وداك الماء كامل، خليتها تبرد على نضيفها لديك الطماطم، وغنضيف لها غير تتبيله عاديه ديال اي سلطه، باش ما بغيتو ديروها ديروها، ممكن تخليوها غير هكاك بوحديتها وتقدموها مع اي حاجه. راه اصلا هي غنيه جدا جدا بالفيتامينات، معروفة جدا في من اغلى السلطات اللي كتقدم في المطاعم، يعني سلطات الكينوا، لان فيها بروتين، فيها معادن، فيها حديد، كالسيوم، زنك، فيها كلشي كلشي اللي محتاجينه كتلقاوه فيها. اوكي، المهم البنات هي كطيب بحال بحال الروز، يعني كتبقاو عينكم ميزانكم كتذوقوها حتى تبان لكم طابت، الا خاصها الماء وهي باقا ما طابتش كتزيدوه. هنا كتشوفوا الصينيه واش دارت، كتقلبوها تطلعوها الفوق ولا تنزلوها لتحت تتحمروا هكذا. صافي، هنا البنات غادي نجي نبدا باش نوجد في الطبله. صايبت المايونيز حطيته باش بغينا ناخذوه مع البطاطا، وغنوريكم الزيتون حتى هو الشكل ديالو كيفاش كيجي زوين، داك اللي صايبت ماما في الدار، سواء الزيتون الاسود او الزيتون الاخر، او ما يمبت الشرميله، وغنحط شويه زيتون هكا وصافي، راه موجده يعني سلطه بروكولي مع خيار مع قوقم مسلوق وهكذا. وغنبدا نغسل في الطبله كيف غتشوفوا معايا، نخليكم راه الفيديو شارح نفسه، وانتم كنعطيكم افكار كما كتطلبوا مني دائما وصافي. البنات حاجه مهمه، هذاك الماء اللي كتسلقوا فيه القوق عدوا ديروا الماء، غسلوا طبعا القوق مزيان وتخلصوا من كاع الاتربه وداكشي كيكون فيه، ديروا الماء وما ديروش الملح، ديروا شويه القطع ديال السيترون او الحامض، واحتفظوا بداك الماء ما تلوحوهش ما ترميوهش، شربوه، راه ديتوكس خطير للجسم، سواء باغا تنزلي الوزن سواء باغا تخلصي من السموم اللي في الجسم، استعملوا هذاك الماء راه كيتباع، غني جدا 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 بزاف الفوائد، وحنا ما كنلقاوش طبعا في المغرب باش نشريو هذوك لي جيلول اللي كيخلصوك من دوك السموم اللي هما مصايبين من الخرشوف، اولا باللغه العربيه جبوس الخرشوف، اولا القوق ديالنا بالمغربيه. المهم هذه معلومه حبيت اني نشاركها معكم وصافي. هنا كيف كتشوفوا خديت الكينوا، درت ليها الطون، درت ليها البزار، ملح وحامض اولا خل، وحركتها صافي، لقيت واحد الشوكه في داك الطون. المهم هنايا خلطت مزيان وصافي، هانتوما راه الفيديو راه شارح نفسه، هذه هي غديوتنا وهادشي اللي كاين البنات. طبعا درت معها كفيته كيف غتشوفوا معايا، ورا الفيديو شرح نفسه، غنخليكم مع تتمه باش نسرع عليكم الفيديو ما يجيش طويل. اوكي، ولا البطاطا ها هي كيف كتشوفوا معايا بعد ما خرجتها من الفرن كتجي محمره، ممكن تزيدوا تحمروها اكثر من هكا، انا كنفضلها كتبقى بين وبين احسن ما تجي محمره عاوتاني بزاف وتقصح، فكتجي روعه روعه البنات، جربوها غتعجبكم. البنات هنا رجعت شويه، ضفت شويه ديال البصله مشلضه في هذيك الكيناوا وصافي، حطيت طبيله ودرت هذيك الكفته، درت لها شويه المعدنوس والقامه ديالتها وشويه البصل، وهادشي اللي كاين البنات. نخليكم مع الغداء ديالنا، فرجه ممتعه، وانتوزو باش نشوفوا الماسك بعد ما نسالي الغداء ونجمع الماء وداكشي، راكم عارفين. هنا درت شويه المعدنوس في الاخر، والبطاطا ها هي جات ولا اروع، غزاله من داكشي. يلا تهلاو لي فراسكم وشهية طيبه. الا عجبكم هادشي خليو لي رايكم وكومنت ولايك، ونتغداو ونرجع ليكم باش نديرو داك الماسك ديال القهوة. ماشي الملح الحيه، لا حنا كنهضروا على الملح ديال الهيمالايا. ايوا البنات ملي كتساليو الغداء والمعده كتشبع، شنو كنقول انا كتقول راسي غني. كيجيك واحد المود ديال النعاس، انا ما نقدرش نعس مورا الغدا، انا كنعس في الليل وفي الليل معطل بزاف. الو البنات، الماسك ديال اليوم هو نحتاجو معلقه ديال القهوه، معلقه ديال العسل، طبعا الماسك ماشي سكراب، يعني ما نحتاجوش ديك القهوه الخشنه، غنستعملو قهوه عاديه سريعه الذوبان، نسكافي وملعقه عسل. اوكي، انا عاده البشره ديالتي كتحسس من العسل، مكنستحملوش، انما مجبره انني نديرو، لانني ما غنديرش دابا سكراب غنخلطو مع كوكونات اويل او لا شي حاجه، فانا محتاجه ماسك، يعني ممكن ديروه مع
صفار بيضه وملعقه عسل وملعقه قهوه. انا غندير غير قهوه وعسل باش ما نعكش، لان ما فيهش اللي ديال البيض ومقاتلنا فيه تينشف وتقشر. هذا سريع خفيف يعني للمعكازات اللي كيكونوا الصباح مثلا عندهم خدمه، عندك شي حاجه بغيتي ديري قبل الميك اب شي ماسك تستعملي هذا سريع دغيا، كيتابليكي على الوجه وشويه تغسليه ماء بارد ودوزي شي ثلج الا قدرتي. اوكي يلا نمشي نصوب ماسك ونهبط باش نابليكي على وجهي ونترولاكس شويه. هي هذيك ندير واحد قيل ولا طبعا البنات، هذا الماسك هذا فور سكين فور فريش سكين، يعني للناس اللي باغيين ياخذوا واحد الحيويه واحد الاشراقه واحد يعني ترجع لهم نضاره البشره ديالتهم او الوجه ديالهم، يستعملوا هذا الماسك. طبعا القهوه غنيه جدا جدا مضادات الاكسده، فيها بزاف الفوائد، كتحيد دوك الاثار والتور، اي يقولوا لي شنو اخر دوك التصبغات اللي كيكونوا عندنا في البشره عرفتوهم، كتولي هنايا طاش شويه بيضاء شويه سمراء شويه ما عرفت شنو، لان دابا الجو راكم عارفين الوجه كيتقشر، كاين الشمس واخا حارقه يعني كتخرجي كتحسي بها ماشي شمس ديال البرد ديال زمان، كتكون بارده دافيه، هذه كتحسي بها فريمون بحال الشمس ديال الصيف. فردوا البال، ديروا عنايه، ترطيب تقشير، سان بلوك ديالكم ديما يكون ولا ليكرون ديالكم ديما الصباح ديروه. هنا طبعا غادي نحاول انني ندمجهم مع بعضياتهم هذا العسل حتى نحصل على واحد الماسك يكون عنده واحد القوام. انا هنا غندير شويه ديال الحامض اللي البشره ديالته ما كتحسش يديروا، اللي البشره ديالته حساسه ممكن يعوض الحامض ماء الورد او ماء الزهر. اوكي يلا نمشي ندير انا نقيطه ديال الحامض طبعا باش يساعد على انه يعطيني واحد التفتيح واحد النضاره، وكيعمل على شد البشره يعني كيخلص داك حتى التجاعيد. وراكم عارفين ماسك القهوه غني عن التعريف. طبعا حنا كيما قلنا غنديروه ماسك ما نديروش سكراب، سكراب كديري القهوه اللي كتكون خشنه. بالنسبه للماسك كنحتاج فيه هذه القهوه هذه، فانا غندير العسل ديال الحامض باش او ميم طون في نفس الوقت دوبلي فيه هاد القهوه. على انه العكاز وما يدير ايه عرفتوا شي وحده تريبي راه هنا طلعتها مع الغدا ولا بقى انا هذا الحامض اليوم لاعبين. اوكي ناخذ هكا بيضة قطرات شفتوا يعني غير شوي ماشي بزاف، واحد ثلاث قطرات حتى اربع قطرات. هي البشره ديالو حساسه ما نصحوش يديرها بتاتا، ما نصحوش يدير يعني الحامض خصوصا دابا في الشتاء كتكون اصلا اوريدي البشره ديالتنا متحسسه دغيا كتقشر دغيا كتاخذ يعني ماشي بحال في الصيف، يعني كتكون جافه خاصها ترطيب خاصها عنايه خاصه عن فصل الصيف، فما تنساوهاش في هذه الفتره. وحاولوا انكم دائما الا بغيتوا ديروا شي بيلينغ اولا تقشير ديروه في هذه الفتره هذه ديال شهر واحد شهر جوج ماكسيموم شهر ثلاثه كتوقفوه، يعني التقشير اولا البيلينغ ممنوع ديريه مورا شهر ثلاثه. فا الا كنتو دوك الناس اللي كيسقسوا ليا على بالنسبه للبوماده اللي وريتكم شحال هادي، راه كنت قلت لكم في الفيديو البنات من شهر واحد حتى لجوج، يعني تقدري تبدايها شهر 11 12 وتجري حتى هي اصلا التريتمون ديالها اولا التريتمنت ديالها ما كيفوتش واحد شهر ولا شهر ونص. اوكي فها هو هنا كيف كتشوفوا هي القهوه كتذوب، غنحركها مزيان ونمشي للحمام باش نابليكيها على الوجه ديالي ونتلقاو. كنقومي مزيان اولا كنماسي مزيان البشره ديالتي بهذا الماسك ونخليه حتى ينشف ونغسل ما بارد. اوكي حاولوا تذوبوا ديك القهوه قبل، يعني عصروا عليها الحامض في الاول عاد ديروا عليها العسل. انما انا ماشي مشكل شوفوا واش كندير، كنحاول انني نورك بها هكذا فهمتوا. طبعا الماسك يعمل على توحيد لون البشره وهكذا كنستمروا اذا عجبت خليه حتى ينشف ونغسلو ونرجع معكم. على فكره حتى الناس اللي كيعانيو من الحالات السوداء اللي تحت العين او داك التعب فممكن انهم ياخذوا هذيك القهوه هكذا ويتماسوا بها، انما يفضل هو ما كيحرقش. انا البشره ديالتي ما كتحسسش من الحامض. اوكي يعني حاولوا تركزوا على هذه المنطقه وديروا لها مساج خفيف باش تخلصوا من دوك الحالات او داك التعب او داك ال او غتاخذوا شاي اخضر وديروا تخبيو عليه شويه الماء دافي وتخليوه في الثلاجه حتى يبرد، وديروا كمادات او داك القطن اللي كيكون ديسك دائري وتحطوهم على عينيكم وتخليوهم بالله ينشف الماسك يكون حتى عينيكم تما درتو ليهم ماساج باش تخلصوا من دوك الانتفاخ والهالات السوداء. وهذا كانوا بزاف طلبوا مني ندير لهم هاد شي حاجه انتفاخ ودوك الهالات السوداء.
البنات كيف كتشوفوا بعد ما كنغسلوش لي ممكن ناخذ هذاك السيروم اللي وريتكم ديال فيتامين سي ونابليكيه على البشره ديالتي ونمسح واحد المساج. طبعا هذيك المره فاش صوبتو ما عرفتش كيفاش ديرو تستغلو الفرصه. يا الهي كنت شدي التليفون تصوري او ماي جاد. المهم كتخدمو بجوج جلدين اوكي حيت انا شاده التليفون معنديش كيفاش ندير. كنخرجوا من الحمام وانا البنات كيف كتشوفوا معايا الماسك انتو كاس كنقلب الاضاءه شوفوا فين طلع هذا الشرجم فيما مشيت وحده كنقلب على الاضاءه باش تبان لكم كلشي الصوره واضحه. صافي البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تجربوا هذا الماسك هذا راه غزال غزال وديروا هذاك السيروم اللي سبق لي عطيتكم طبيعي في المنزل كتصوبوه كتعملوه على البشره ديالتكم رائع بزاف. انا فيما كنديرش حاجه كنسالي كندير هذاك السيروم ايوا ملي ديروه ما تسيو شويه وجهكم هكذا بهذا الشكل اوكي باش نشطوا الدوره الدمويه في الوجه ونديروا شويه هكا اوكي. شوفوا داك البينك حلف ما بقى بغا يمشي ها شتو مشكله بقى جا في النص وبقى ما فهمتش اش غندير ليه. اوكي يلا تهلاو لي فراسكم و الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش لايك كومنت و تهلاو لي فراسكم.